النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الأعرابي سلني، قال أسألك دابة أركبها، قال أعطوه دابة، جرانا أقرب ناقة وعطوه إياه، تفضل هذه دابة، فقال له سلني، قال وكلبا يحرس غنمي، حول ولا قوة إلا بالله. واحد من الصحابة عنده بعض الكلاب تحرس غنم، أعطاه واحد، تفضل هذه يحرس غنمي. سلني، قال وجارية تخدم أهلي، أعطوه جارية. سلني، يبغى يتكلم جنة ولا شيء، قال خلاص هذا اللي أريده. فقال عليه الصلاة والسلام أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل، أنت ما استطعت تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل، إيش قصة عجوز بني إسرائيل هذه التي ضربت بها المثل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى لما أراد أن يرحل مع قومه، أراد يرحل من المكان إلى مكان آخر، قال له قومه إن يوسف لما بعث إلينا، بعث إلى أجدادنا يعني، اشترط ألا ننقل من هذا المكان إلا إذا نقلناه معنا، بعد موته نستخرج من قبره وننقله معنا ونحن لا نعرف موضعه. قال موسى كيف طيب أين موضع يوسف؟ قالوا ما ندري أين يوسف. طيب كيف لازم أن ننتقل؟ فقالوا له لا يعرف موضع يوسف منا إلا عجوز. قال موسى عليه السلام نادوا هذه العجوز، جاءت هذه العجوز حتى وقفت بين يديه، فقال لها موسى عليه السلام أين مكان يوسف؟ قالت إني لن أدلك عليه. شوف في كل البلد ما يعرف مكان قبر يوسف إلا العجوز. قالت لن أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي، أنا بطلب شيء تعطيني. قال موسى ما هو؟ ظنها العجوز تريد بيتا مثلا، تريد يعني شيء من أمور الدنيا. قال ما هو؟ قالت مرافقتك في الجنة، أبغى أصير يوم القيامة مع الأنبياء في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك، يعني الآن تدخلين الجنة مع الأنبياء كله لأجل أنك دللتين على قبر والناس يسفكون دماءهم ويسحقون جراجمهم ويبذلون أرواحهم حتى يدخلوا الجنة، وأنت تريدين أن تصلي إلى أعلى مراتب الجنة بكلمة واحدة بس، بمعلومة تعطينا إياها. فكأن موسى عليه السلام تعاظم ذلك، قال يعني هذا شيء كبير الذي طلبت مرافقة الأنبياء في الجنة. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، هذه تستاهل، هذه همتها عالية، هذه تحس أنها عايشة لمسؤولية، هذه تريد أنها بعدما تموت يرتفع قدرها، هذه عندها هم في حياتها. فلما قال لها ذلك قالت له يعني تعطيني ذلك؟ أوحى الله إليه أن نعم، فقال لك ذلك. فذهبت بهم حتى دلتهم على موضع فيه ماء مجتمع بعد مطر، قالت انزحوا هذا الماء، هذا الماء انقلوه، ابعدوه عن هذا الموضع. فجاءوا وحملوا هذا الماء، ماء كثير لكن استطاعوا يعني مستنقع قصير قليل، فاستطاعوا ان ينزحوا الماء الى موضع اخر. فقالت احفروا في هذا المكان، فحفروا فاستخرجوا يوسف عليه السلام بعد وفاته ونقلوه معهم. فالنبي، والحديث رواه الطبراني وغيره وحديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة هنا يدلنا على أن الواحد لابد يشعر أن لي أثر في الحياة، أني أعيش لهم، أني أعيش لمسؤولية. يا جماعة ترى اللي يأكل ويشرب وينام ويلبس وبعدين يموت، هذا لا يذكره أحد ولا يشكره، ويوم القيامة إذا سئل ماذا قدمت لدينك، وش التأثير اللي جعلته في الإسلام، ما هي البصمة التي تركتها في الأمة، لن تجده قدم شيئا أبدا. دخل للدنيا وخرج وهو مثل ما دخل مثل ما خرج، دخل ولا درى بدخولها إلا أمه وإخوانه، وطلع ولا بكى عليها إلا عياله بس. لكن